فعاجلا بالتعاون مع كل أجهزة الأمن. ونحيي أبناء القوات المسلحة في كل مكان ورجال الأمن المواصل الثابتين لمواجهة هذا التحدي وهذا الصلف من قبل عصابة خارجة عن النظام والقانون لا لها علاقة بما يسمى بثورة الشباب الموجودين في ساحة التقرير. هؤلاء عصابة مسلحة احتلوا مؤسسات الدولة والوزارات ونهب الممتلكات، لا لها علاقة بأي انتفاضة أو بما يسمى بساعة التقرير، ولكن هذا راكب حماقة وراكب غرور، وهي حركة انقلابية للسطو على المال العام وإخراج المواطنين من مساكنهم في حي الحصبة. فنتوجه بالشكر والتقدير مرة أخرى لكل أبناء الوطن رجالا ونساء وأفراد القوات المسلحة والأمن البواسل على سؤالهم، وإذا أنتم بخير فأنا بخير، إذا أنتم بخير فأنا بخير والحمد لله، وإن شاء الله يخرج شعبنا من هذه المحنة. وهذا ما حدث اليوم في ظل وساطة قائمة من عدد من الشخصيات بين الدولة وعصابة التمرد أولاد الأحمر، وفي نفس الوقت كان وقف إطلاق النار ثابت وقاموا فجروا الموقف اليوم من جديد. فنهيب بكل أبناء الوطن على الثبات والصمود والقوات المسلحة والأمن على تصفية مؤسسات الدولة من هذه العصابة، ونتمنى الشفاء العاجل للأخ الأستاذ عبد العزيز عبد الغني والأخ حراعي والأخ الدكتور علي محمد مجور الذي أصيبوا بإصابة رضوضية، فهما في الآن في المستشفيات وتحت العناية، ونترحم على الشهداء الذي سقطوا، ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.